الفنانة فاطمة يعني الشيخة تراكس باش معروفة، راهي واحد الصديقة عزيز عليا تايا، وداكشي المشكل اللي وقع ليها تايا مسكينة في ديك الحفلة اللي كانوا داروا ليها هكذاك، ما كانش عليهم يديروا بحال هكذاك. لا، بنادم ديما يجيك كود ويتعامل معاك وتعرف شنو كاين، وكذلك حتى انا لا ميم شوز وقع لي. انا تصورت دابا وتصورت بداك الشطيح، لا علاش دري وكيلبس قفطان وكيشطاح وهنا وكل شيء. اسيدي هذيك راه واحد الهوايه ديالي انا وباغيها انا، وانا حر فيها، ما ضريت بها حتى واحد، والحمد لله عندي الناس ديالي وعندي الجمهور ديالي وما درت حتى شي حاجه. حتى الا كان شي نقد يكون بناء، وكيف ما قلت يعني نفس بحالي انا وبحال تراكسي. هذا الشيء اللي وقع لينا وقع لينا في واحد الوقت متتابع متزامن، كان حفل خاص نسائي وخدمت هي وخدموا فنانه كبار اخرين مغاربه، خدموا تقريبا ثلاثه ديال الفنانه هما ولا اربعه، وخدمت فيه حتى انا والحمد لله. كان داك اللقاء ولو كان خفيف ظريف، كان لقاء متميز وكان مزيان. بالعكس ديك السيده انا كنعرفها من اطيب خلق الله، يعني المعامله ديالي معاها مزيانه. احنا الحمد لله كنبقاو كلنا مغاربه وكنبقاو كلنا خوت. الا عيطتي على شي فنان وعيطتي عليه باش يخدم عندك، ما تحاولش تهزا به ودير واحد الضحكه وتبقاو تضحكوا به وتلعبوه بيناتكم. لا، عيطتي ليه داك الفنان مسكين، حتى هو جال عندك وكبر بيك، حتى انت خصك تكبر به وخدم عندك، حتى انت راه خصك تتعامل معاه مزيان. وكذلك غادي توقع لي انا وتوقع الاخر واخر واخر، وكنقول لهم الله يهديكم الله يهديكم، رخفوا علينا شويه. باش تبقى الخبر فراس ما عليكم غير تشتركوا في لاشين يوتيوب ديالنا، وما تنسوش الضغط على جرس الاشتراك باش تبقى ديما الخبر فراسك.